بسم الله الرحمن الرحيم. هنقدم خوارزمية الفريكوينت باتن جروث اللي هي الاف بي جروث. الخوارزمية دي هي اول حاجة بتعملها انها بتقوم بتطلع لنا الباتنز من شنو، من الداتا بتاعتنا. يعني بتشوف اكتر داتا او داتا ست بتكون فوقها فريكوينت او متكررة بصورة اسرع، بصورة كتيرة بتقوم بتطلعها لنا. نيجي نشوف انها اول حاجة بتطلع الفريكوينت بتاعتنا كيف. في خوارزمية تانية هي شغالة في نفس الحاجة دي اللي هي الخوارزمية بتاعت الأبريوري. هنقوم أول حاجة هنعمل مقارنة بيناتهم الاثنين. بيقول لك أول حاجة إنه الأبريوري هي بتولد أول حاجة بتستخدم لنا منهجية بتاعت التوليد والاختبار اللي هي جنريت أند تيست أبروش. اللي هي بتعمل شنو؟ بتعمل حاجة، أول حاجة بتقوم بتعمل لنا جنريت أو بتقوم بتولد لنا المفاتيح أو الأيتم سيتس ياتا المرشحة. المرشحة على أساس إنها شنو؟ على أساس إنها تكون فريكوينت. بعد ما تقوم تطلع لنا المفاتيح المرشحه دي، بعد ذاك بتقوم بتيجي تعمل لها تيست تشوف اذا كانت هي فريكوينت ولا ما فريكوينت. عشان كده بنقوم بنلقى انه بتكون فوقها مشاكل. المشاكل بتاعتنا انه بتكون الجنريشن بتاع الايتم سيت بتاعتنا بتكون شنو؟ بتكون اكسبنسيف، بتكون اكسبنسيف. بمعنى شو؟ بمعنى انها بتكون مكلفه المساحه والوقت والزمن، مكلفه من ناحيتين دي، من ناحيه الذاكرة والزمن. وتاني بعدين السبورت بتاع الكاونتنج بتاعنا او العداد بتاعنا برضو بيكون شنو؟ برضو بيكون اكسبنسيف او مكلف. عشان كده بنيجي نلقى انه الاف بي جروث بتعمل شنو؟ بتعمل الاو للفريكوينت ايتم سيت، ايتم سيت ديسكفري، بتكتشف لنا المفاتيح المكرره من غير ما تعمل شنو؟ من غير ما تعمل ترشيح للمفاتيح بتاعتنا. يعني ما بتمشي تفتش المفاتيح تعمل لها ترشيح وبعد ذلك بتيجي تختبرها، لا، طوال بتقوم بتعرف انه ده اذا كان فريكوينت ولا ما كان فريكوينت. عشان كده بنلقى انه الشكل بتاع الابريوري بيكون انه الابريوري بعديها بتقوم بتيجي بتعمل لها جنريتنج للمفاتيح، بعد ذلك بتقوم بتيجي تختبر اذا كانت فريكوينت ولا ما فريكوينت، حتى بعد ذلك بتيجي تطلع علينا. طيب نيجي نشوف الكور داتا ستراكشر للاف بي 3. الاف بي 3 زي ما قلنا الاف بي الخوارزميه الاف بي اول حاجه بتعملها انها بتعمل لها شجره. الشجره دي نيجي نشوف الفهم بتاعها شنو او الستراكشر بتاعتها شنو. اول حاجه بنقوم بنعبر عنها، بنعبر عن الشجره بتاعتنا بنودز. كل نود بتقوم كل نود بتعبر عن شنو؟ بتعبر عن ايتم معين كويس، وكل نود بتعبر لنا عن ايتم وبكون عندها عداد. العداد ده قدر ما الايتم بتاعنا ده يظهر مره بيقوم العداد بتاعنا بيزيد معانا. نيجي نشوف انه الاف بي جروث قال لك ريدز وان ترانزاكشن، بتقوم بتيجي تشوف في الجدول بتاعنا اللي ظاهر هنا عندنا الترانزاكشن اي دي والايتم سيت، بتقوم بتيجي تشوف الترانزاكشن الاولى اللي هي كان فوق اي وبي، فبتبدا من النل زي ما عندنا اي شجره لازم تبدا من النل، وبعد ذاك بتعمل العقد بتاعتها. العقده بتاعتها الاولى اللي هي الاي زي ما ظاهر معانا هنا ده في الايتم، وبعديها في البي. فالاي الكاونت بتاعها بنلقاه انه زاد بواحد، والبي الكاونت بتاعتها زاد بواحد. نيجي نشوف الترانزاكشن الثانيه اللي هي فوق بي سي دي، من النل برضو بتقوم بتجي العقده الثانيه بتاعت البي والسي والدي، وبرضو هنا الكاونت بتاعها بواحد واحد واحد. لو لاحظنا بنلقى انه هنا البي ظهرت مرتين، عشان كده بنقوم بنوصل بين شنو؟ بين الفريكوينت ايتم العنصر اللي ظهر لنا للمره الثانيه بخط متقطع. الخط المتقطع ده عشان يشير لنا لانه العنصر ده ظهر اكثر من مره، والكاونت بتاعه هنا بكم؟ بواحد. اللي هو هنا قال لك after reading the transaction ID الأول، وده هنا ده after reading the transaction ID الثانية كويس. فبعدها بنيجي نمسك الترانزاكشن الثالثة اللي هي الـ ACDE، فبنلقى إنها الـ A قاعدة عندنا already، فبنزيد بس الكاونت بتاعها، وبعد ذاك الـ C قاعدة والـ D والـ E. بنشوف إنه الـ C برضو تكررت فبنعمل عليها برضو خط متقطع، وبرضو الـ D برضو تكررت بنعمل عليها خط متقطع. طيب زي ما شفنا انه ممكن نلقى انه اكثر من ايتم بيعيد نفسه او بيكون عليه اوفر لاب كويس. بعدين نجي نشوف التري كونستراكشر، البنيه بتاعت شنو؟ بتاعت الشجره بتاعت ذاته. ده هو شرح للكلام اللي هسه قلناه انها بتتكون من فاصين. طيب زي ما قلنا انه قبالك في البدايه تكلمنا عن الاف بي 3، قلنا انها بتتكون لنا من فاصين، تو باسز كويس. الباس الاول اللي هو انه نحن اول حاجه بنعمل سكان للداتا، بعد ذاك اللي شنو؟ بتعمل لها سبورت فور ايتش ايتم كويس. بعد ذاك بنقوم بنعمل ديسكارد او نبذ لشنو؟ للانفريكوينت ايتم. زي ما عارفين انه نحن الخوارزميه بتاعتنا اصلا المهمه بتاعتها انها تطلع الفريكوينت ايتم، عشان كده اي واحد انفريكوينت فنحن بنعمل له ديسكارد. بعد ذاك بتقوم بتيجي تعمل سورت للفريكوينت ايتمز اللي هي في شنو؟ في ديكريزنج اوردر، في هنا متناقص، في ترتيب متناقص اندر سبورت. لو جينا لعينا للمثال بتاعنا ال A وال B وال C وال D وال E، ده هو الترتيب بتاعه. الترتيب ده جا من وين؟ بنلقى انه ال A هنا ظاهرة كم مرة؟ 8 مرات كويس؟ وال B هنا 5 وهنا 2 معناها 7 مرات، وال C 3 و1 4 و2
6 معناها 6 مرات ودي 1 1 1 1 5 مرات والاي 3 مرات. يبقى الترتيب بتاعنا هيكون بصوره تزايديه او تناقصيه. هنبدا من الاي اللي هي كان فريكونت بتاعها 8 وصولا لغايه الاي اللي هي الفريكونت بتاعها كان 3. بعد ده هنجي نتكلم عن شنو عن الباست 2. طيب زي ما اتكلمنا قبل شويه قلنا انه احنا الباص الاول ده كله في الاستيب الاولى. بعد ده الباص الثاني اللي هو انه احنا يا دوب بنجي نبني الشجره. انا شرحت لكم في البدايه الطريقه بتاعت البنايه بتاعتها من الرسمه بتاعتنا. يلا نجي نشوف الطريقه وهي كيف. انه انت اول حاجه بتمسك الترانزاكشن الاولى اللي هي مثلا كان فوقها بتعمل كرييت تو نوتس اللي هي عقدتين الفوقه الاي والبي اند ذا باث من الباس يو نو نل اللي هي بدايه الشجره بتاعتنا الاي وبتعمل الستيت كاونت بتاعهم بشنو بواحد ليه لانها دي اول مره تظهر. بعدك بتجي للترانزاكشن الثانيه وبرضه بتقوم بتعمل كرييت 3 نوتس اللي هي البي والسي والدي زي ما ظهر لنا هنا البي والسي والدي وبتزيد بتاع الكاونت بتاعهم بنفس الطريقه. ده هو الفهم اللي احنا في البدايه شرحناه. فتاني عندنا لو لاحظنا انه الاي والبي الباث الاول والباث الثاني بتشاركوا في البي لكن هما الاثنين منفصلات عن بعض. يبقى انا عشان اوصله مع بعض لازم اقوم اعمل الخط المتقطع ده اللي هو بيرمز لي لشنو لقائمه متصله. طيب بعدين نجي نشوف الحجم بتاع الشجره بتاعتنا. الحجم بتاع الشجره قال لك يوجوالي هاز شنو هاز سمولر سايز ذان ذا انكمبريسد داتا اللي هي كيف انه انا البيانات بتاعتي دي لما اجي ابني الشجره بتاعتي بتكون دائما الحجم بتاعها اقل من البيانات قبل ما انا اقوم اعمل لها شنو الضغط. فتاني عندنا البيست كيس او الاحسن حاله بتكون عندي البيست كيس سيناريو بتاعي بيكون 200 لما تكون الترانزاكشن كلها كونتين ذا سيم سيت اوف ايتمز يعني البيانات بتاعتي كلها حتكون شنو مكرره وفوق فريكوينت اكتر. دي احسن حاله. الحاله الثانيه اللي الأسوأ حاله انه كل ترانزاكشن تكون فوقها يونيك ايتم سيت يعني الايتم سيت تكون مختلفه عن كل واحده. يبقى بالتالي الحجم بتاع الشجره بتاعي حيكون كبير جدا جدا. يبقى الحجم قلنا بيتوقف على شنو بيتوقف على الايتم سيت بتاعتنا والترتيب بتاعها وكيف انها فريكوينت ولا ما فريكوينت. فبعديها هنيجي نتكلم عن الفريكوينت ايتم سيت جنريشن انه احنا اللي هي الستيب الثانيه او الخطوه الثانيه في الخوارزميه بتاعتنا اللي هي انه احنا نعمل جنريشن للفريكوينت ايتم سيت. اساسا الفهم بتاع الاف بي كوز انه احنا بنطلع الفريكوينت ايتم سيت من وين؟ من الاف بي 3 من الشجره اللي بنيناها قبل شويه وبتستخدم المنهجيه بتاعت شنو بوتوم اب انه انت بتبدا من القاع او من الليف من الاوراق وبتطلع لغايه ما تصل وين؟ الليفز لغايه من الليفز لغايه ما تصل للروت او راس الشجره. كويس؟ قال لك ثاني بيعمل لك بتعمل شو ديفايد اند كونكيور بتعاين لشنو؟ بتعاين للفريكوينت ايتم سيت. كويس؟ بتعاين للفريكوينت ايتم سيت وبتقوم بتطلع الايتم سيت الفريكوينت بس. اما الما فريكوينت او الان فريكوينت بتقوم بتطلعها برا. فنجي نشوف كمثال حنقوم ناخذ اللي بتنتهي بالاي بالايتم بتاع الاي. بعد ما ننتهي من اللي بتنتهي بالايتم بتاع الاي حنمسك الدي اي بعد ذاك الدي بعد ذاك السي دي وانت ماشي. فيرست قال لك اكستراكت بريكس باث سبتريز اندنج ان ان ايتم سيت اللي هو بتاعنا حنقوم نجي نمسكها كيف؟ نمسك هنا من الشجره بتاعتنا. دايرين نقسم الشجره دي ذاتها لسبتريز كويس؟ فانت بتمسك النهايه اي. انا ما قلت ببدا بوتوم اب معناها انا حبدا من تحت وانا طالع لفوق معناها حمسك الاي بعد ذاك حمسك الدي بعد ذاك السي بعد ذاك البي. او بطريقه ثانيه انه انت تعاين لللينكد ليست اللي رسمناها قبالك فهي بتقسم لك الشجره ذاتها. يعني الشجره بتاعتنا دي حتقوم تتقسم لكم سطرين. نجي نشوف نجي نمسك ال 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 ال, 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 ال نجي نمسك الاي اللي هي قلنا القائمه المتصله بتاعتي الاولى اللي هي الاي حنلقاها انها بتنتهي هنا معناها الشجره حيكون شكلها كده اللي هي دي زي ما ظهر لي هنا. بعد ذاك حاجه امسك الدي هيكون شكلها كده ودي بتاعت السي ودي البي. اما الاي لانها ظهرت مره واحده فحيكون شكلها كالتالي. طيب بعدها نجي نشوف الحاجه الثانيه اللي هي حنقوم نجي نعاين للسبتريز بتاعتنا دي وحناخد كمثال السبتري بتاعت الاي بتاعت الاي حنجي نعاين للنهايات بتاعتها اللي هي الاي البريفكس بتاع اللي بتنتهي بالدي اي. نجي نشوف في الرسمه بتاعتنا انه الدي اي السي والدي والاي دي النهايات بتاعتها والاي والدي والاي ونجي نشوف مثلا نهايتها سي اي سي اي حنلقاها انها البي سي اي واي سي اي
تاني البي اي النهايه بي اي برضه بنفس الطريقه. طيب هنا ده بيتكلم عن الاكزامبل بتاعنا اللي هو قلنا الاي بنقوم بنخلي المنصب ب 2 وبعد ذاك بعمل اكستراكت لكل الايتم سيت الفوق شنو الفوق الاي. بعد ذاك بيجي بعمل اوبتين لكل البريكس اللي هي في التري الفوق شنو الفوق الايتم الاي. يعني اي واحده فوق اي انا هقوم اعمل لها شنو هعمل لها اكستراكت. طيب نجي نواصل في نزل هنا هنلقى انه بتعمل تشيك اف انه الاي فريكوينت ولا ما فريكوينت. انا بعرفه فريكوينت ولا ما فريكوينت كيف باي ادينج ذا كاونتس along the linked list. انه انا بقوم بحسب شنو بحسب الكاونتس بتاعتي والكاونتس بتاعتي انا قبل قمنا حسبناها لقينا انه الاي هي اقل فريكوينت وكانت الكاونت بتاعها بكم ب 3 معناها انا هعمل اكستراكتد از شنو از فريكوينت ايتم سيت. تاني قام قال لك از انه الاي از فريكوينت زي ما عرفنا انها متكرره 3 مرات معناها هي اوريدي فريكوينت. معناها انا هقوم اعمل شنو فريكوينت معناها الفري الايتم سيت اندين ان اي بعد ذاك بجي للنهايه دي اي والسي اي والبي اي مرورا بالاي اي. تاني في الاكزامبل بتاعنا هنعمل ديكمبوز للبروبلم او المشكله بتاعتنا هنحلها كيف. نجي نشوف تو دو ذس قال لك يو ماست شنو يو ماست تو اوبتين ذا كونديشنال اف بي 3 فور الاي. نجي نشوف الكونديشنال اف بي 3 فور الاي بتاعتنا اللي هي ده الشكل بتاعنا كويس. بجي بمسك انه القى الاي بي كانت فريكوينت بقوم بشطبها على طول اي فرع فوق الاي الاي بي بشطبه وكذلك البي سي دي والاي اصلا كنت اوريدي مسحتها والاي برضه هنا وهنا الاي بي سي اي واحده فوق هناك بقوم شنو بشطبها على طول بيبقى الشكل بتاعنا بيتقلص للشكل ده. تاني بعد ده بجي بمسك زي ما عرفت انه الاي الاي كان الكاونت بتاعها ب 8 انا لكن مسحت من هناك اكثر من واحده معناها ال 8 بتاعتنا الكاونت بتاعنا هيبقى كم 2 وهنا برضه البي كانت ب 2 هتبقى ب 1 وكذلك السي. طيب انا عشان اعمل اوبتين للكونديشنال اف بي 3 بتاعتي او الشجره بتاعتي فور الاي للاي بتاعتي بعاين للبريكس سب 3 الاندنج بشنو اندنج بي اي بعمل بمسح كل النوتس او العقد الفوق الاي او عندها او عندها علاقه بالاي. ليه؟ لانه انا ما محتاج لها. ليه؟ زي ما قمنا شنو زي ما قمنا وضحنا هسه في الخطوه الفاتت انه احنا قمنا شلنا الاي كلها وعوضنا عنها باننا اخذنا شنو اخذنا الكاونت بتاعتنا نقصناها على على ديبند على اساس شنو على اساس اننا مسحنا الاي. ثاني نجي نشوف بعد ده هنعمل شنو الكونديشنال اف بي 3 قال تاني برضو to obtain the conditional fb3 for e اللي هو نحن كل المثال بتاعنا في الاي هنعمل شنو هنمسك البريكس sub 3 ending النهاية كلها e وهنمسح اي واحدة infrequent item infrequent item اللي هي قلنا الايتمز بتعبر عنها شنو النودز from the bricks path. بجي بمسك اي واحدة infrequent ما متكررة بقوم بمسحها على طول. في الاكزامبل قال لك البي has a support of 1 البي ماله عندها سبورت من الاي بي واحد بس كويس. نوت ذس ريلي مينز بي هاز سبورت اوف واحد عندها سبورت من واحد بس وعندي ترانزاكشن واحده كونتينينج البي اي البي اي البي والاي سو بي از شنو فريكوينت انفريكوينت. بما انه البي دي انا عندي لها عمليه واحده وهي اصلا اوريدي انا ما محتاجها في الاي معناها هي انا من هنا بستنتج انها انفريكوينت او غير مكرره وانا الخوارزميه بتاعتي اصلا هي بتطلع شنو بتطلع الفريكوينت بس معناها انا هقوم اشطب البي على طول وبيبقى معانا الشكل التالي وبنلقى انه السي والدي ما بتتمسح. ليه؟ لانها فريكوينت ايتمز. بعد ده بنكمل على نفس الفهم وبنلقى انه الشجره بتاعتنا بتتقلص بعد ما كانت بالشكل ده برضه بجي بشوف الانفريكوينت وبشطبها برا لغايه ما تصل لي الاي النل طوال بترسل لي ليه الاي بكاونت 2 وبنفس الطريقه بنكمل انه بنعمل شنو ذا كونديشنال اف بي 3 فور الاي للفريكوينت ايتم سيت اندنج ان دي اي والسي اي الشكل بتاعها هيكون كالتالي. وفي النهايه بنطلع بالريزلت بتاعتنا او النتيجه بتاعتنا هتكون شنو انه يوز نشوف الريزلت بتاعتنا هتكون كيف. الريزلت بتاعتنا او الناتج بعد بعد تطبيق كل الخطوات دي انه فريكوينت ايتم سيت فاوند اوردر باي سكس ان اوردر ان ويتش ذي ار فاوند. الترتيب بتاعهم هيكون كيف انه السفكس بتاعتنا العقد او الفريكوينت ايتم سيت كانت السفكس بتاعها الاي هي الاي والدي والاي والاي دي اي والسي اي وكذلك السفكس بتاعها كانت دي هي بالشكل التالي لغايه ما نصل لانه الاي هي كده. فبالتالي في الخطوه دي احنا بنكون طلعنا او وصولا للخطوه دي احنا بنكون طلعنا كل الفريكوينت ايتم سيت.
فمن هنا من بعد الشغل بتاعنا بتاع الاف بي 3 ده كله بنلاحظ انه شنو انه حيكون عندها اكيد ادفانتج وديس ادفانتج. الادفانتج بتاعتنا انه انها ممكن تكون شنو عندها تو باسز اوفر ذا داتا سيت، انه هي شنو بتكون مختصره انه انت بتمشي بس بشنو بتو باسز، وثاني بتعمل كومبوز للداتا سيت اللي هي بتقوم بتقلص الداتا سيت بتاعتي، وثاني بيكون في نو كونديتنج جنريشن انه انا ما بحتاج لانه انا اولد مفاتيح ما لا مفاتيح مرشحه عشان انا بعدك اجي اختبر اذا كانت فريكوينت ولا ما فريكوينت زي ما شفناها وين في البايوري. والماتش فاستر ذان ابريوري، من الكلام بتاعنا ده بنلقاها انها اسرع من الابريوري. الديس ادفانتج بتاعتها او المساوئ بتاعتها انه الاف بي 3 انا ما بقدر اتحكم مع ما بقدر اتحكم في الحجم بتاع الاف بي 3 زي ما قلنا هناك انه الحجم بتاع الاف بي 3 بيعتمد على شنو. فالاف بي 3 ماي نوت الاف بي 3 ماي نوت تو فيت في الميموري، انها ممكن تكون شنو تاثر على الميموري بتاعتي او ما تكون فيت مع الميموري بتاعتي، والاف بي او الاف بي 3 ممكن تكون مكلفه في البناء. طيب بنلقى انه بتمسك زمن في انه انت تجي تبني الشجره، لكن وانس انه انت بنيت الشجره دي بتاعتك فبيكون من السهل جدا انك تطلع الفريكوينت ايتم سيت، وتاني بيكون في تايم ويستد، بيكون في فقدان للزمن 200 سبيشال اف سبورت شنو الثريشولد از هاي. شنو لانه انا كل اللي بقدر اعمله في خطوه واحده انه انا استخدم شنو ايتمز معينه او ايتم معين واحد، ما بقدر اشتغل على اكثر من ايتم في خطوه واحده. وتاني السبورت يبقى شنو السبورت بتاعي انا ما بقدر اشتغل عليه او ما بقدر اعمل كالكوليتد للسبورت بتاعي والا لما انا ادخل الداتا سيت بتاعتي في الشجره بتاعتي. يعني انا لو ما بنيت الشجره بتاعت الاف بي 3 يبقى اصلا ما حقدر اشتغل اي حاجه. طيب لغايه هنا عرفنا الاف بي 3 هي شنو، وعرفنا الخوارزميه اللي ممكن تنافسها اللي هي الابريوري، وعرفنا الادفانتج بتاعت الاف بي 3، وعرفنا الاف بي جروث، وعرفنا الديس ادفانتج بتاعتها. ومن هنا بيبقى الزول لما يجي يعمل داتا مايننج بيقدر يقرر انه يا اخي يستخدم الاف بي جروث او يستخدم الابريوري او يستخدم اي خوارزميه ثانيه. كان معاكم زي ما قلنا عبد الغفار سمير من نظم محاسبيه ومحمد يوسف من نظم اداريه. ثاني ممكن نجي ونجدت مصطفى اداريه، نسمه سرحان اداريه، مازن نظم معلومات اداريه، ايمن كنا نظم معلومات مكتبيه، اروى كمال نظم معلومات. ممكن نجي نشوف الريفرنسز انه الناس اذا دايره تستفيد اكثر ترجع للريفرنسز الظاهره قدامكم. وشكرا لكم، وان شاء الله نكون قدمنا لكم حاجه ممكن انتم تستفيدوا منها. والسلام عليكم ورحمه الله.